لقاء تشاوري في مجلس النواب جمع أعضاء اللجنة القانونية النيابية بالأمناء العامين للأحزاب حول مشروع قانون الانتخاب. اللقاء جاء حسب اللجنة القانونية بهدف الوصول إلى قانون توافقي يحقق مشاركة جميع أبناء الشعب الأردني في الانتخابات المقبلة، علاوة على إفراز قيادات برلمانية تعزز الدور الرقابي والتشريعي للمجلس. لا شك أن لأمناء الأحزاب والأحزاب الأردنية دور رئيسي في صياغة قانون توافقي نخرج فيه بهذه المرحلة الحساسة والصعبة، ولا شك أن دور الأحزاب يجب أن يكون دور رئيسي لتنمية الحياة السياسية. من جهتها قدمت الأحزاب المشاركة في اللقاء العديد من الاقتراحات حول مشروع القانون، مؤكدة على ضرورة إفرازه بشكل توافقي. أعتقد أنه هذه اللقاءات هي لقاءات جادة ومفيدة خاصة في المرحلة الحالية، ونعول عليها كثيرا من خلال تقديم وجهات النظر التي نراها حول مشروع القانون. وأنا أعتقد أن المرحلة الحالية تستدعي أن تتضافر جميع الجهود لكل القوى السياسية والأطياف السياسية لإخراج هذا القانون إخراجا يمثل العدالة في تمثيل مجلس برلمان منتخب. يذكر أن هذا اللقاء ليس إلا الأول ضمن سلسلة لقاءات تعكف اللجنة القانونية على تنظيمها مع مختلف الفعاليات حول مشروع القانون قبيل مناقشته في مجلس الأمة. يزن الرماوي، عمان.